بالنسبة لهاد المبادرة، هي مبادرة محمودة، خصوصا على أنها كتأتي من أنها كتأتي بشكل عفوي وغير منظم، والأصل هو أن تم يعني إنشائها على أساس أنه هذه العملية ديال القتل اللي كتقوم بها داعش في العراق وفي عدد من الدول هي عملية منبوذة، وما يمكنش بأي شكل من الأشكال أنها تكون باسم الإسلام، على اعتبار أن الإسلام هو دين بريء منها. كل ما هنالك، هذا الامر هذا في الحقيقه ترك واحد رغم بعد المسافه بين المغرب والمشرق، فترك واحد انطباع سيء عند المغاربه، خصوصا على انه هاد الناس هادو كيتحدثوا دائما باسم الاسلام، كما قلت الاسلام هو بريء منهم تماما.